يقول السائل: هل من كان مشركا شركا أصغر يدخل الجنة إذا كانت حسناته أكثر من سيئاته؟ نعم، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، قد يعذب به لكن لا يخرجه من الملة ولا يخلده في النار. يخرج من الملة ويخلد في النار هو الشرك الأكبر. نعم، والشرك الأصغر قل من يسلم منه، قل من يسلم. الرسول خافه على أصحابه، قل من يسلم منه. نعم.